تمام. اليوم يا ثالث عنا احنا عملنا اول شيء اخذنا ورقه عمل العربي، هلا بناخذ ورقه عمل للماده الرياضيات. تمام. هلا في عندنا الكل عم على الاو الكل ركز معي، بس ما تكتبوا هلا قبل احكي واكتبوا. تمام. طبعا هي مراجعه عن اللي اخذتوها الفصل الاول اخذناه وسمعناه من كلياتنا. بحكي لك اول سؤال، ضع وحده القياس المناسبه. بنتوضع على وحدة القياس المناسبة، في عندك بين القوسين الكيلو جرام والكيلو متر. كيلو جرام والكيلو متر والمتر واللتر. تمام؟ هلا الكيلو جرام ماذا قلنا بنقيس فيها احنا؟ ايش بنقيس فيها الكيلو جرام؟ شو قلنا بنقيس فيها الكيلو جرام؟ يلا الكيلو جرام مش كيلو متر، مش المتر، مش الكيلو متر، مش بارد. كيلو جرام. اسمعي، الأشياء الصغيرة. الأشياء الصغيرة. ماذا؟ ماذا نقيس فيها الكيلو جرام؟ ماذا نقيس فيها؟ الخفيفة والثقيلة. الأشياء الكبيرة. أشياء ثقيلة نقيس بها ماذا؟ الأشياء الثقيلة. زي إيش يعني؟ مثلا زي الدرج ثقيل. زي مثلا البطيخة، البطيخ. زي مثلا الثلاجة، هاي ماذا؟ أشياء ثقيلة. الحديد. أحسنت. الغسالة. الغسالة. تمام. هلا طيب الكيلو متر، ماذا نقيس فيها الكيلو متر؟ إيش نقيس الكيلو متر؟ يعني المسافة ما بين ماذا مثلا؟ مدينتين. مسافة تكون بعيدة كتير، مش مسافة قليلة، مسافة كتير بعيدة بتكون. تمام؟ طيب المتر ماذا نقيس بها ماذا؟ المتر ماذا نقيس بها ماذا؟ يعني المتر أشياء صغيرة. أشياء صغيرة؟ لا مش صغيرة. الأشياء بتكون قليلة، يعني إيش بتكون كبير طويل، يعني بتكون جزء طويل، لكن مش زي مثلا الكيلو متر نقيس مثلا بين مدينه ومدينه. لا، المتر بتكون مثلا طول الباب، طول عمود الكهرباء، مثلا طول اللوح، هاي بتكون بالمتر نقيس فيها. طيب اللتر، شو بنقيس اللتر فيه؟ اللتر شو بنقيس فيه اللتر يا ثالث؟ اللتر ايش بنقيس فيه اللتر يا ثالث؟ ايش بنقيس فيه اللتر احنا؟ شمس. لتر. لتر احنا حكينا اللتر لماذا نستخدمه؟ نقيس فيها الاشياء السائله، يعني وزن مثلا احكي معي، نشوف احنا سعه العصير بتكون في العلبه، كيف بنقيسها؟ احنا بنقيسها باللتر. تمام؟ ما بنقيسها بالكيلو متر او بنقيسها بالكيلو جرام، بنقيسها بماذا؟ خزان الماء مثلا، ايش بنقيسه؟ باللتر، يعني 5 متر مثلا نحكي هيك 5 لتر قصدي. فبتكون هي احنا بنقيس فيها ايش؟ الاشياء اللي بتكون نشوف سعة الاشياء السائلة. تمام؟ نشوف سعة ماذا؟ الاشياء السائلة، المواد السائلة. طيب هلا السؤال واحد بحكي لك زينب تعملي. تمام. المسافة بين مدينتين، السؤال الأول بحكي لك المسافة بين مدينتين، ايش نختار لها؟ اي اسم قياس؟ اي قياس يا داليا؟ الكيلو. الكيلو متر. احسنت، برافو عليك. الكيلو متر. واحد يعني الكيلو متر. كيلو متر مش لتر، كيلو متر. تمام. اثنين بحكي لك هون، هلا هون حاطين لك احنا اثنين، هون حاطين اثنين. تمام؟ هون خلوها اثنين، هون خلوها ثلاث، وهي اربعة، هي هون مخربطين بس ارقام، ماشي؟ هم حاطين لك اثنين اثنين مخربطين. تمام؟ فهمت شو بحكي لك انا؟ هون حاطين واحد صح؟ هون اثنين، وهون برضه حاطين اثنين. صح. فاحنا شو بنعمل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ماشي؟ بس هي خربط أرقام بس يعني. طيب اثنين بحكي لك وزن الكرسي، وزن الكرسي.
اش نحط على وزن الكرسي؟ اش نقيس فيه على وزن الكرسي؟ لا لتر وزن الكرسي. وزن ماذا؟ وزن الكرسي ايش نقيس فيها؟ ايش نحط القياس؟ بدي ذان جديدة ممكن؟ بدي ذان جديدة. يلا يا تولين وزن الكرسي ايش نعمل؟ ايش نختار فيه؟ الوزن الوحدة قياس. الوحدة وزن القياس كيلو متر. نحن حكينا كيلو متر نقيس فيها المسافات البعيدة، وحكينا الكيلو جرام ايش نستعمل فيها؟ نقيس وزن الاشياء الثقيلة. طيب الكرسي ايش نحكي عنه؟ متر. متر نقيس فيها اطوال، تمام؟ افهمكم شغلة، المتر والكيلو متر بنقيس فيها الاطوال، المتر بنقيس فيها ايش طويل؟ زي حكينا زي عمود الكهرباء، طول عمود الكهرباء طويل، تمام؟ بنقيس فيها بالمتر. هاي بنقيس فيها ايش؟ الطول، ماشي؟ اما الكيلو متر برضه بنقيس الطول، بس لكن شو بتكون مسافات بعيد جدا، ما بدنا نحكي بالمتر، نحكي بماذا؟ بالكيلو متر. حكينا الكيلو جرام شو بنستعمل؟ لو هسه نستعمل في الكيلو جرام شو بنستعمله؟ لماذا؟ بدنا شو نستعمل الكيلو جرام؟ ايش نعمل فيها؟ يعني وزن، يعني احنا بنقيس وزنه بالاشياء الثقيله. حكينا الكيلو جرام هي اشياء ثقيله، وحكينا الجرام، وحكينا الجرام شو بنعمل فيه؟ الجرام الاشياء الخفيفه الجرام. هلا الكيلو جرام ماشي قياس، وزن المواد الثقيله. تمام، هاي الكيلو جرام. اما الجرام، الجرام ايش حكينا بنستعمله شو؟ للاشياء الخفيفه، زي شو مثلا؟ زي السواره، زي علبه الدواء، تذكرتوهم اللي اخذناهم في الفصل الاول؟ يعني قياس وزن المواد الخفيفه مالكم؟ قياس المواد اللي بتكون ايش؟ خفيفه. يعني زي ما حكينا مثلا قلم، هذا القلم تمام خفيف، ما بنقيسه بالكيلو جرام، بنقيسه بماذا؟ بنقيسه بالجرام. الجرام الذهب برضه بكون خفيف، فبنقيسه بماذا؟ بنقيسه بالجرام. طيب مثلا عندنا اسواره، عندنا علبه الدواء، هاي كلها اشياء ماذا؟ خفيفه. بردانه عدينا شوب حاسه، حط ايدك بجيابك شوي صغير او اعمل هيك 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 بدك، تمام؟ طيب يعني الكيلو جرام شو حكينا نستخدمها؟ قياس ووزن الاشياء ماذا؟ بتكون الثقيله، والجرام ماذا نسميها؟ الخفيفه بتكون. طيب واللتر حكينا ماذا؟ بنقيس فيها سعه المواد السائله، يعني حليب، عصير، ماء، هاي كلها سائله بتكون. مثلا المشروبات الغازيه زي السمول، بيبسي، هاي بتكون شو كلها؟ باللتر، بنقيس فيها اللتر، تمام؟ سعتها، بنشوف السعه تبعتها. تعال حبيبتي ممكن خلاص؟ بصير صح؟ اهدي. طيب نرجع للسؤال، بحكي لك وزن الكرسي. وزن الكرسي ايش بنستعمله؟ يلا مين يجاوب؟ يلا يا سير، وزن الكرسي ايش بنستعمل له؟ لاي وحده قياس؟ الكيلو جرام. احسنت، كيلو جرام يعني 2 الكيلو جرام. طيب نعم، حسب الكرسي، ممكن الكرسي يكون اسمه حديد، ممكن الكرسي يكون خشب، الكرسي يكون صغير، كرسي كبير، ما بنعرفين حسب الحجم، حسب حجمها يعني بتكون كثير ثابت، مش اشي ثابت يعني، مو اشي ثابت. طيب
نعملها احنا؟ احنا مش حكينا، احناش طول القطة، حكينا كتلة. هلا انت هون بس زيدوا عليها اللي هو زيدوا عليهم جرام. هلا ما انتوا هون حاطين هيك بين قوسين كيلو جرام، حاطين كيلو متر وحاطين متر وحاطين لتر، صح؟ زيدوا برضه هيك، حطوها بدل القوس، زيدوا عملوا حطوا هيك وحطوا جرام، تمام؟ سكروا القوس، حطوا جرام وسكروا القوس. نعم. حطوا هاي الجرام كزيادة ايش على بدل القوس تكون. طيب كتلة القطة ماذا نحكي عنها؟ تفضلي. لا كتلة القطة ماذا؟ كتلة القطة، القطة بتكون ثقيلة ولا خفيفة بتكون القطة؟ ثقيلة. ثقيلة ممكن تكون ايش هي بتكون؟ بالكيلو، بالكيلو جرام، يعني ممكن تكون وزنها كيلو جرام القطة، ممكن تكون 2 كيلو جرام. حسب صغيرة أو كبيرة. حسب تكون حجمها، حسب حجمها هي. يعني ها برضه تحت حط عندها ايش؟ 3 كيلو جرام، تمام؟ سعة علبة الحليب، سعة علبة الحليب ماذا؟ ايش نختار انواع القياس؟ لتر. سعة علبة الحليب ماذا حكيت يا تولين؟ اللتر. ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنها سائلة، مش غازية، لأنها سائلة. فهون عند سعة الحليب، علبة الحليب حط عندها ماذا؟ حط عندها لتر، لأنها سائلة، لأن ماذا؟ لأنها سائلة. طيب طول عمود ايش بدك؟ علبة الدواء،
الكتلة، تمام؟ النتر؟ لا. طب النتر؟ علبة الدواء، علبة الدواء، العلبة نفسها، العلبة مش سائل أو مش سائل، العلبة نفسها هات الدواء. الجرام؟ ما نحن الجرام حكينا شوي، علبة الدواء الجرام ليش؟ لأنها بتكون خفيفة، لأنها ما بتكون خفيفة، فبحطوا هون عند السؤال هون جواب اللي هو الجرام، تمام؟ اكتبوا هون السؤال السادس، اكتبوه عندكم حبيبي، اكتبوا عندكم هون، هي اكتبوا هون إلى كافة ستة، اكتبوا اكتب ستة ايوه اكتبوا كتبوا عندكم الدواء اللي هي الجرام، اكتبوها كتابة، تمام؟ طيب هسا احنا يا ثالث بناخذ الارقام باللغة العربية اللي هي عادة بتعرفوها واحد اثنين ثلاثة، ما بتاخذوها انتو 1 2 3 بس عشان الطابعة ما بتطلعها احنا نعملها بالعربي، ايه بالعربي على الكمبيوتر يعني ما بده يعمل، فطلعت معنا بالانجليزي بس يعني عادي بتعرف ارقام بالانجليزي العادي صح؟ ما بتصير مش صعب عليهم الموضوع صح؟ فعندنا هون السؤال الثاني بحكي لك الاعداد اللي لازم نحن نرد الاعداد الاتية بماذا بأي طريقة؟ بالطريقة التحليلية. شو يعني طريقة تحليلية ثالث؟ ايش يعني طريقة تحليلية؟ نحلل. شو يعني نحللها؟ شو يعني نحللها؟ يعني شو يعني؟ نرتب الأرقام. إيه؟ يعني نخليها بالطريقة التحليلية يا تالت، بالطريقة التحليلية، شو الطريقة التحليلية؟ بنحلل الأرقام، يعني عندنا الرقم يكون كامل، إحنا نفككه ونحلل كل واحد شو مكانه وين يكون موجود، يعني لا تكون ناسينا ومش لازم تكون ناسية أفكار أنتو، يعني هذا طريقة التحليلية أخذناها كثير، إيش يعني الطريقة التحليلية؟ الطريقة التحليلية يعني هسا إحنا بنحلها، بنحللها بعدين هي بالطريقة الصحيحة نرتب الأرقام. لا، هسا هذا السؤال الثاني هون، خيي السؤال الثاني، هلا عندكم الرقم أنتوا شو قد دي لك؟ ولا بخايف طيب، السؤال الثاني حاطين لك الرقم 5896 كم حطينا الأرقام؟ كم يطلع الرقم؟ 500 5896 طيب بحكي لك بدك تمثلها على الطريقة التحليلية من غير يمس من غير اصبر شوي علي بتكون بنحط لك هون دائرة هيك زائد هيك هيك حطي لك وهيك تمام؟ طيب بدك تعملها بالطريقة التحليلية، شو يعني طريقة تحليلية حكينا؟ مين اللي حلل لي؟ مين حلل هذا السؤال؟ مين؟ بس اطلع يا زلمة يلا بس حلي هذا اللون طيب بس نعم خلص تمام بس هي الارقام من تقبل هاي صفر هيك صفر شكلها صح ب طريقة لو مكتبة شطور احسنت برافو عليك يا زينة هاي الطريقة التحليلية شو يعني الطريقة التحليلية يعني بتحط كل رقم شو منزلته في الرقم الخمسة هون شو منزلته هو اي منزلة جاي الاف احسنت يا دالا والثمانية المئات والتسعة أحد عشرات ستة مئات أحد يعني آلاف مئات عشرات وأحد طيب هذه الطريقة التحليلية دائما طبعا حكينا احنا الأحد ما إلا ولا صفر
كل ما تحطيها انتم تكتبوا عليها ومئات والاف. ما تصف مين صفر اعلى؟ ما حد صفر. طيب طيب هلا في السؤال الثالث بحكي لك رتب الاعداد الاتيه ماذا؟ تصاعديا. ايش يعني تصاعديا يا زينب؟ شنو تصاعديا؟ من الصغير ايش للكبير؟ الكبير احسنتي. ايش يعني تصاعديا؟ ترتب على تصاعديا كيف تم كتابها؟ شو هذا؟ احنا كاتبين يا حبيبتي احنا كاتبين احنا كاتبين 5000 مدور عن حال جالكس النجم. فين المحادث؟ الحقوا في بسرعة يا تالا. ترتيب الأعداد تصاعدياً يعني حكينا من الصغير للكبير، تمام؟ فعندنا الأرقام الآتية هنا، مين يقرأ الأرقام اللي عندنا؟ يلا يا إسماعيل اقرأ لي إياها، تعالي. 5892 طيب ما نكمل؟ 8965 أحسن 8965 كمل 5897 أحسن 5897 آخر رقم 7965 أحسن برافو علي. طيب هاي السؤال الثالث حاطين لك الأرقام هي 5892 وحاطين الرقم 8965 وحاطين لك رقم اللي هو 5897 وحاطين لك 7965 تمام؟ طيب قلنا رد الأعداد شو حكينا؟ تصاعديا يعني من الصغير للكبير. مين يطلع يحل لي اياها؟ بس يلا يا ليان اطلع حل لي اياها. اشوف قديم اول شيء الخطوه الاولى. طبعا لا ننسى ايش ننسى الخطوه الاولى. شو نعمل اول شيء حكينا؟ استني شوي. اول خطوه شو حكينا نعمل؟ من عند المنازل. من عند المنازل كم منزل عندنا هون؟ كم منزله؟ أربعة. وهون كم منزلة؟ وهون وهون معنا كلهم أربع منازل. هاي أول خطوة لازم نعملها. الخطوة الثانية شو بنعمل؟ نطلع على أي منزلة؟ الآلاف. أحسنت يا منزلة الآلاف. عندنا خمسة. في عندنا خمسة هون حطها لها أي وحدة. طيب في عندنا هون خمسة وفي عندنا هون خمسة. شو بنعمل هلا؟ لأي منزل بنروح؟ على المئات. على المئات. طيب هون في 8 وهون في 8 8 بنروح على منزل على 10 على عشرات. هون في 9 وهون في 9 برضه في 9 وهون في 9 على الأحد. على الأحد هون في 7 وهون في 9. أحسنت. يعني أنا أصغر. ها حطي يلا كبري خطك بس شوي الكل يشوف. كبري 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 الخط كبري شوي. أحسنتي. حطي شفطة هلا. ها
هلا هذا اول واحدة خلصنا، شو بدنا شو نعمل عليه؟ خليه اكس عشان احنا نكون عارفين. طيب حكينا متى الرقم الثاني بيجي؟ هلا احنا في عنا شو؟ وهون في عنا 7 وهون في عنا ايش؟ 8. مين اصغر واحد رح يكون؟ الخمسة اكيد. الكل يركز كيف من حاله، اوكي؟ اخر رقم طبعا هو اكيد حيكون اكبر رقم بنكتبه هو. احسن برافو شاطر. طيب هلا نفس السؤال تحتي كاتبين لك رتب الاعداد الاتيه تنازليا. شو يعني تنازليا يا سيف؟ شو يعني تنازليا؟ ايه طيب مين يقرأ الأرقام الموجودة عندنا؟ مين يقرأهم؟ مين يقرأ الأرقام؟ يلا تولين. سبع آلاف. هاي الأرقام من هون. بلش بلش من هون. 5694. الرقم الثاني. 123. أحسنتي. 5864. أحسنتي. خمس آلاف إيش؟ 5000 إيش؟ 5000 إيش؟ إيه الرقم؟ مين يقرأ الرقم هذا؟ مثلاً هذا الرقم أنت واحد. 5012. 5012. 5012. ما عندنا إحنا مئات. فبنحكي 5012 أو بنحكي 5012. يعني نكتب الأرقام عندنا هون على اللوح. أمسح اللي هذا اللي هون كتبوه ما كتبتوهاش. قدية فعلا زينة. ليه؟ طيب يلا خلص اكتبوه بسرعة يلا. كتبتوا كتبتوا. طيب عم امسح اللي فوق، بدي هاد اللي فوق يا تالا. امسح اللي فوق من هون. هذول كتبت. طيب امسح اللي فوق. خلي اللي تحت. ايش هم؟ لا خليه يكش لي بس بعد. خمس آلاف
يا سير. أول خطوة طبعا هو من حكيت نازل شمس نازل يا سير. شمس نازل يا من الفيل الصغير. أول خطوة شو نعملها بدنا نعد نعد المنازل. نعد المنازل شو يعني نعد لي هذا كم منازل عندنا هون وهون وهون يعني كلهم أربعة عندنا هاي ثلاثة يعني هاي حتكون إيش أصغر أصغر رقم هذا حيكون. طيب نطلع على المنزل إيش هلا عندنا مع إنه عندنا أربعة وهنا عندنا أربعة وهنا عندنا أربعة أي منزل نطلع هلا منزل إيش السؤال الرابع ايش بدك مي لا ما احنا قلت لك
تحممت اليوم؟ تلبست راح تحمم خلص. لا ما راح تحمم، تلبس أول مرة ما تلبس تروح ثاني مرة. طيب بس نخلص الحل تمام؟ طيب السؤال الرابع بحكي لك قرب الأرقام الآتية إلى أقرب 100. الأقرب ماذا؟ 100. إلى أقرب 100. هلا منزلة المئات، إحنا نشوف منزلة المئات ونقرب لها، ماشي؟ نمسح ولا كيف نرسم مفصلين؟ بس ما تمسح الساتري. ساتري ماشي. نمسح اليوم. بسرعة اكتبوا يلا عشان إيش؟ نكمل. طيب السؤال الرابع بحكي لك قرب الأرقام الآتية إلى أقرب 100. الأقرب ماذا؟ الأقرب 100. نشوف أول الأرقام ونحدد جاي المئات منها، ثم ماذا؟ ثم نقرب لها اللي هي بتعطي أو ما بتعطي. تمام؟ ألف الرقم حاطين لك إياه هو هذا الرقم. مين يقرأ الرقم؟ كان 7523. أحسن. طيب وين منزلت المئات منها؟ وين؟ وين منزلت المئات؟ طيب صار مبدئيا طيب الثلاث نحن خائر الاثنين بعطيها لازم نحطها شو بتصير؟ بتصير صفر. والثلاثة بتنزل برضه شو بتصير؟ بتصير صفر. والخمسة بتنزل شو؟ خمسة. بتنزل خمسة زي ما هي. والسبعة بتنزل زي ما هي. شو بصير عندنا الرقم؟ سبعة. 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 7500. ما بتكون عندنا المعدل الأقل بس احنا هنا كيف هنجيب؟ افتحوا ماما سدع اشتغلوا؟ متذكرين؟ اي متذكرين. جنبها اكتبوا انتوا، مسكين تحتيها عشان ايش؟ تشوفوا كل هاي المبدا. تعالى حبيبتي احنا هون على السؤال الرابع، احنا عندنا على السؤال الرابع. تعالى احنا على السؤال الرابع هون عند هذا الرقم. اول شيء بتعملوا بتحددوا الرقم المئات اللي هو هاي خمسه. بتحكي ان الاثنين بتعطيها او بتعطيها؟ بخيل بخيل بخيل. تنزل الرقم زي ما كتبنا 7500 بتنزل اكتبيها هون جنبها. طيب با عنا السؤال با بحكي لك ايه التالي قصدي يعني با في با ايش الرقم عنا هو؟ لا اقرأ لي يلا. الرقم الثاني 8651. طيب با هيك هتحط لك با 8651.
حكينا داليا من حجم نزلت المئات. وعدد المئات عندنا ستة. انت داليا اسمك؟ داليا. وعدد المئات عندنا ستة. الستة هون الستة. طيب نطلع نزل ايش؟ نطلع على يمينها اللي هو على يمينها نطلع على ايش؟ الخمسة. تمام؟ نطلع على يمينها اللي هو الخمسة. الخمسة عندنا هون بخيلة ولا كريمة؟ كريمة. بخيلة؟ كريمة. كريمة، حكينا خمسة وطالع كريمة، أقل من خمسة بتكون بخيلة، يعني أربعة وثلاثة واثنين بخيلات طبيعة كل واحد. أما خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بيعطوا، تمام؟ كريمين. طيب الخمسة تعطيها شو بتصير عندنا؟ زائد واحد. بتنزل عندنا ستة ماذا؟ بتصير ستة. الست شو بتصير؟ سبعة. سبعة زائد واحد ما هي؟ بتصير سبعة. والثمانية بتنزل زي ما هي ثمانية اللي هون، تمام؟ والخمسة والواحد شو بصيروا؟ صفر. بصيروا صفر صفر، يعني صفر صفر. بصير عندنا يعني 8700. 8700. نعم؟ حبيبتي انتوا جنبه جنبه. انتوا تحسين بتحسين ما في مشكلة، بس أنا حاطط الفراغ انتوا جنبه. هلا فهمتين؟ تمام منيح. ايه بس انت لازم تفصل، يعني لازم تحط عندك هون تفصل تحكي مثلا 8000 هي ست تحط عليها خط زي هيك، تحط الخمسه خط بالضبط وهي تعطيها واحد تصير زائد واحد. فصل تفصيل عشان تبين معك شو عملت عشان تتذكر في البيت. حطوا زي ما بعمل هيك، اعمل زي ما بعمل، حط تحتيها خط واعطوا واحد هون، حط تحتيها خط وما تعطوهاش واحد لان هاي بخيله. عملت زي ما طيب هلا جيم بحكي لك الرقم. شو هو الرقم؟ زينب شكل اقرأي لنا الرقم اللي عندنا جيم. اقرأي لنا هون الرقم. اقرأي لي الرقم اللي هون جيم. اقرأي لي اياه. اقرأي لي الرقم شو بتعمل؟ شوف اشرحي الخاتم حتى جوا الشرديرة. اقرأي لي الرقم. اقرأ تعال اسمع. اقرأي ايش هاي الرقم؟ اي منزل هاي؟ منزل الالاف صح؟ كيف نقرأها؟ 2400 ماذا؟ 400 و61 احسنتي، يعني نقرا الرقم 2461. جيم جيم عارف السؤال لسه احنا عارف صدر. جيم 2461 تمام؟ نحدد يا زينب اول اشي ماذا نحدد؟ المئات. والمئات عندنا وين المئات عندنا؟ اي رقم يكون؟ الاربعة. احسنتي الاربعة. طيب بتطلع من ايش؟ العشرات. العشرات بتعطيها ولا بتعطيهاش؟ لا ما بتعطيها. بتعطيها ولا بتعطيهاش يا زينب؟ قلتي لي بتعطيها. ليش؟ شو ايدك؟ ما بتعطيها ليش؟ لانها من ارقام كريمه، يعني تصير زائد واحد. تعطيها زائد واحد. زائد واحد بتصير اربعه. شو بتصير اربعه؟ بتصير خمسه. طبعا الاثنين بتنزل زي ما هي الاثنين. والاربعه بتصير ماذا؟ حكينا خمسه. خمسه والسته والواحد شو بتصير؟ بتنزل عن حقهم صفر. صفر بتنزل عن حقهم بتصير عندنا رقم. ايش صار الرقم اسمه؟ شو صار الرقم؟ 2500. أحسنتي 2500. طيب دال رقم. أنا دال. مين يقرأ رقم الدال؟ أنا. قرأي لي يلا. تسعة. أه. وخمسة.
المنزلة حكينا؟ منزلة المئات عندنا. هو ماذا عنا؟ الاثنين. الاثنين خليها خط. طيب الأربعة بتعطي ولا ما بتعطيها؟ ما بتعطيها. بخيلة. فبتصير عندنا تسعة بتنزل زي ما هي، والاثنين بتنزل زي ما هي، زي ما هي، والأربعة والخمسة زي ما هم. بنزل صفار، بنزل أصفار، بتنازلوا عن حقهم، بتنازلوا عن حقهم، بصير عندنا رقم إيش هو يا سيف؟ شو صار الرقم؟ شو صار الرقم؟ 9200. أحسنت، برافو عليك. طيب، السؤال الخامس بحكي لك اكتب القيمة المنزلية للعدد 5. شو نعمل؟ نطلب القيمة المنزلية. شو يعني القيمة المنزلية؟ يعني مرة بتكون القيمة المنزلية بالأحاد، مرة بتكون بالعشرات، مرة بتكون بالمئات، مرة بتكون بالآلاف. إذا كان بالأحاد شو بتكون هي؟ 5. إذا كان بالعشرات شو بتكون؟ شو بتكون رقمها؟ إذا كان بالعشرات شو بتكون رقمها؟ 50. 50 عشرات بتكون 50. طيب وإذا كانت بالآلاف بالمئات؟ 500. وإذا كانت بالآلاف شو بتكون؟ 5000. هاي مش بس فين نكتب نحل السؤال وترقم مع ماشي؟ بتصير إيش؟ 5000. طيب ألف عنا رقم هو 6580. وين رقم 5 عنا؟ أي منزلة؟ بالمئات. يعني نمسح هون عادي خلاص خلصتوا؟ دال مش جيم. ها دال.
اقرأي يلا يا داليا تعالي. لا اقرأي الرقم، اقرأي الرقم كامل. تعالي بسرعة. ثمان آلاف سبعة وخمسين. أحسنتي. طيب وين الخمس موجود؟ أي منزلة؟ عشرات. بالعشرات. يعني إيش هتكون رقمها؟ إيش منزلها هتكون؟ صفر واحد. إيش يعني صفر واحد؟ شو نقرأه؟ شو نقرأ الرقم؟ ألف. ألف؟ صفر واحد ألف؟ حكينا صفر واحد كم إيش بتكون؟ كيف نقرأ الرقم؟ بيكون صفر واحد، كيف نقرأ الرقم؟ خمسين. أحسنتي. ثمان آلاف مية وسبعة وخمسين. نحط الرقم على الخمسة هون الخط، وبتكون هو عندنا الرقم شو؟ خمسين. القيمة المنزلية إلى خمسين. هون مرة كان بالمئات، مرة كان بالآحاد، ومرة كان بالآلاف، ومرة كان شو؟ بالعشرات. السؤال الخامس آخر واحد أبسطر من هون، ونكون واقع على مكانك. يلا طيب نرجع نكمل هلا ثاني شوي.